رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. وكنا في باب أسباب الحدث أو الأحداث أو نواقض الوضوء كما يسمى في كتب الفقه بمسميات مختلفة، أو أسباب الحدث الأصغر أو الأحداث الصغرى التي توجب الوضوء، كل هذه مسميات لمعنى واحد. وقلنا أن الوضوء ينتقض عند السادة الشافعية بسبب خمسة أسباب. خمس أسباب ضروري تبقى حافظها كده زي ما أنت حافظ الفتحة، عيب أما تبقى راجل مسلم كده وما تعرفش نواقض الوضوء بالتفصيل، عيب، وما تعرفش النجاسة بالتفصيل، عيب، عيب وحرام، يعني عيب وحرام كمان. شوف قد إيه نواقض الوضوء، خمسة أشياء عند السادة الشافعية. ليه بنقول عند السادة الشافعية؟ لأن الأحناف بيزودوا بعض الأشياء، بيشيلوا حاجات في تفاصيل، والمالكية يشيل حاجة يحط حاجة، فإحنا بندرس مذهب واحد عشان الناس ما تحتارش. الناس هتحتار، هتيجي تقول له هنا وهنا وهنا، يخرج من المسجد بعد الدرس ما يعرفش يقول حاجة. أنت في بدايتك لازم تدرس مذهب بالتفصيل، مذهب واحد، عشان تبقى مركز وماشي على سكة عارفها. وبعد كده عايز توسع، وسع بقى براحتك، بعد 20-30 سنة تكون راجل درست وبقيت متين، تقوم بقى تدرس بقى آراء المذاهب الأخرى وأدلة كل مذهب، وتبتدي تقارن وتختار، تبقى راجل بقى حاجة تانية. لكن احنا عايزين نبتدي كده خطوة خطوة. أسباب الحدث الأصغر أو نواقض الوضوء عند السادة الشافعية خمسة أشياء: ما خرج من السبيلين، أول حاجة اللي هو القبل والدبر، أي حاجة تخرج من القبل والدبر عند الشافعية تنقض الوضوء، سواء اللي خارج ده كان طاهر أو مش طاهر، نجس، ملهمش دعوة، طالما حاجة خرجت يبقى ننقض الوضوء. دي أول حاجة، ما خرج من السبيلين. تاني حاجة النوم، النوم في لغير ممكن مقعدته من الأرض، لو نام على أي وضع غير تمكين المقعرة على الأرض بأي صورة من صور النوم بقى ينتقد الوضوء. ثالث حاجة زوال العقل بسكر أو مرض أو إغماء أو أي شيء يؤدي إلى زوال العقل أو جنون، كل ده ينقض الوضوء. في بعض العلماء يخلوا النوم وزوال العقل حاجة واحدة، فيعدهم يخليهم بدل ما يبقوا خمسة يخليهم أربعة، بيقول لك النوم وزوال العقل يعديهم على حاجة واحدة. علشان كده بعد كتب الشافعية ساعات يقول لك نواقض الوضوء أربعة، بعد كتب الشافعية يقول لك نواقض الوضوء خمسة، علشان إيه؟ بيميز لك. ولكن التمييز أولى، لأن النوم غير إيه؟ النوم غير زوال العقل، زوال العقل أعم، والنوم له صورة لا ينتقد الوضوء بها، لكن زوال العقل ينتقد الوضوء بكل صوره، فيبقى فيها نوع من الخلاف. يبقى أول حاجة خروج شيء من السبيلين، ثاني حاجة النوم على غير ممكن مقعده من الأرض، ثالث حاجة زوال العقل بسكر أو مرض أو جنون أو إغماء أو دواء زي البنج الكلي والتخدير، كل الحاجات دي تنقض الوضوء. وبعدك ودي انتهينا منها بالتفصيل. وبعدين لمس المرأة الأجنبية، ودي اللي احنا هنتكلم عليها الآن، لمس المرأة الأجنبية بدأنا فيها الأسبوع الماضي وحنكملها النهاردة. لمس المرأة الأجنبية البشرة على البشرة، ويخرج السن والظفر والشعر، السن والظفر والشعر، يعني لو لمست شعرها سنها ظفرها لا ينتقد وضوءك، اي حاجة بقى غير دول ينتقد وضوءك، خدت بالك؟ بس بشرط ان تتوفر الذكورة والانوثة، ان يبقى بين ذكر وانثى، وانها يكونوا الاثنين في حد الشهوة، لان لو لمس رجل طفلة صغيرة لا تشتهى لا ينتقد وضوءك، وكذلك لو امرأة لمست طفل لا يشتهى صغير لا ينتقد وضوءك، يبقى يشترط الذكورة والأنوثة في سن الشهوة. فهمت ازاي؟ علشان وتكون أجنبية عنه، هنتكلم على الأجنبية بالتفصيل الآن. دي نمرة أربعة، لأن الآية بتقول أو لمستم النساء، واضحة. وخامس حاجة مس الذكر بباطن الكف وحلقة الدبر على الجديد، على الجديد من مذهب الشافعي، لأنه أضاف لي حلقة الدبر، يبقى مس الذكر. طب والمرأة؟ موضع الذكر في المرأة اللي هو بين إيه؟ بين شفريها،
واخد بالك؟ يبقى لو مست برضو الموضع دي، لان اذا افضى احدكم الى فرجه فليتوضا، فالنبي قال فرجه، فدخلت المراه والرجل بالروايه دي. في روايه اذا افضى احدكم الى ذكره فليتوضا، فاخذ بها الامام مالك فقال الذكر بس اللي ينقض، والمراه لا ينتقد وضوء بمس فرجها. والامام الشافعي خد بالروايه الثانيه، والعمل بالدليلين اقوى. العمل بالدليلين اقوى. يبقى مس الذكر او الفرج من ذكر او انثى بباطن الكف وحلقه الدبر على الجديد من المذهب، لان المذهب القديم ما كانش يقول حلقه الدبر تنقض. يبقى دول خمس نواقض. يجي واحد بقى يقول لي انا اتقيت اتنقض وضوئي ولا لا؟ اقول له لا، على مذهب الشافعي، لانه ينقل الوضوء عند الاحناف. القيء ينقل الوضوء عند الاحناف لكن ما ينقلش عندنا. يبقى احفظ دول وامشي عليهم، احفظ دول وامشي عليهم. اي حد يقول لك طب انا اتعورت وخرجت دم اتنقض وضوئي ولا لا؟ قلناها، يبقى ما ينتقدش الوضوء. الاحناف ينتقد الوضوء عندها. امشي على مذهب الشافعيه. احنا هنا مصر بلد الشافعي، مدفون جنبنا هنا، هو الامام الوحيد اللي في الاربعه اللي مدفون جنبنا على ارضنا وبين جمهورنا. فهمت؟ بطريقه لعيبه الكوره، مفيش مانع اننا نستعيرها يعني في الفقه، لا يجوز، لان الامام الشافعي من ضمن قواعد مذهبه العاده محكمه. من ضمن قواعد المذهب العادة محكمة، يعني إذا اعتاد الناس عادة معينة والشرع لا ينقضها فتحكم في الشرع عنده كده، اللي هي العرف. أي أنا جبت سيرته؟ طيب خلاص ما ينقضش الوضوء، اتمضمض بقى. يبقى تتمضمض لأنه نجاسة لكن ما تتوضاش. يعني أنا خر مني دم فالدم ده نجس، أغسله خلاص وأروح أصلي، لكن ما توضاش. في فرق من مناخيرك من اي حته في الدنيا، عنده دم الفقع، عنده جرح بيخر دم، كل ده ما ينقضش الوضوء لكن يغسل موضع النجاسه بس، يغسل موضع النجاسه. يبقى خمسه احفظهم وامشي كده في الشارع قولهم لحد ما الناس يقولوا عليك الراجل الجن. مش مهم يقولوا عليك الجن، المهم تتعلم، ما يضرش. احنا كنا نعرف بعض ما ناس، يعني شيخنا في القران حكى لنا ان شيخه في القران كان بيمشي في الشارع، كان راجل ضرير حافظ القرآن بقراءات العشر طيبة النشر ألف بيت، كان يمشي بعد صلاة العشاء وهو مروح بيته بياخد له حوالي ساعة على ما يروح بيته يسمع طيبة النشر كلها الألف بيت في الطريق وهو ماشي كده عشان ما ينساش، يوميا ورد عنده ألف بيت. ألف بيت عشان تقراهم مش تسمعهم تاخد لها ثلاث ساعات. هو كان ربنا بيطويله الزمن، كل يوم ورد عليه كده هو رايح راهر، كان حافظهم زي ايه؟ زي الفتح. فهمت؟ فما فيش مانع وانت ماشي تردد العلوم. ما انت بتلاقي واحد ماشي بيقول لك اغنيه بيرددها، فهمت ازاي؟ ما فيش مانع. او تقرا ايه من الايات اذا كنت حافظ قران تردد هذا عشان تحفظ، عشان ما تخليش مخك بقى ايه فاضي. اشغل نفسك، لان نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فهنيجي نتكلم على لمس المرأة الأجنبية. احنا قلنا ان لازم تتوفر خمس شروط عشان يتم ايه النقد بلمس المرأة الأجنبية. خمس شروط. اول حاجة انه يكون بين مختلفين، يعني ذكر وانثى اول شرط. فلو واحد لمس خنثى ما ينتقدش، مش كده برضو؟ لأن الخنثى اللي عارفينه ده ذكر ولا أنثى ما ينتقدش، سهلة. يبقى لازم تبقى فيه ذكر وأنثى أول حاجة. طيب تانيها إنه كان بالبشرة، البشرة على البشرة. طب لمسها بحائل رقيق شفاف ما يضرش، حائل ورقيق وشفاف وبشهوة لا ينتقد عند الشافعية. إيه رأيك بقى؟ خلاص؟ عايز أكتر من كده؟ طيب ينتقد عند الملكية بس، لكن الشافعية يقول لك لا، طالما في حائل رقيق ولو شفاف ورقيق وبشهو برضه ما ينتقدش. خلاص الإمام الشافعي شايلها عنه الآن. ليه؟ لأن اللمس في لغة العرب، لا بتقول أو لمستم النساء، اللمس في لغة العرب لا يكون، الإمام الشافعي حجة في اللغة العربية، لا يكون إلا بشرة على البشرة. فلو واحد لمس بحائل ما يتسماش لامس في اللغة العربية، وهو خد الآية بمعناها العربي، مش جايبها كده أي كلام، مش شغل ناس بتقول أي حاجة يعني، لا دول علماء.
والقرآن عربي نازل لقوم عرب والإمام الشافعي قرشي، فيلامستم هي بشرة على البشر، هي دي المعنى اللي فهمه، أن يكون كل منهما ثالث شرط بلغ حد الشهوة. كل ده قريناه المرة اللي فاتت، كل دي مقدمة بنراجع بس المرة اللي فاتت. عند أرباب الطباع السليمة، افرض واحد أهبل بيشتهي الأطفال طفلة صغيرة، يبقى ما ينتقدش الوضوء حتى بلمسها، لأن ده طبعه شاذ. احنا بنتكلم عند أرباب الطباع السليمة، فهمت ازاي؟ يبقى بلغ حد الشهوة عند أرباب الطباع السليمة. ما تجيبليش بقى العالم الشاذ ده، ما انت بتسمع عن ناس اجانب بيأتوا الموتى. شوف الى حد الى هذه الدرجه، يعني يجامع امراه ميته، الى هذه الدرجه بتحصل شذوذ بقى. احنا مالناش دعوه، احنا بنتكلم في ارباب الطباع السليمه، فهمت؟ رابع حاجه عدم المحرميه، ان ما تبقاش محرمه على التأبيد، يعني ما ينفعش يتجوزها باي حال، يعني امه، اخته، خالته، عمته، بنته، حماته، فهمت ازاي؟ زوجة ابيه، اللي هم الناس اللي ما حد، الستات اللي ما يعرفش يتجوزهم ابدا باي حال من الاحوال، محرمية كاملة. يبقى دول ما لو لمستهم ما ينتقدش الوضوء، لكن لو ما فيش المحرمية دي ينتقد. يبقى الشرط عدم المحرمية، شرط رابع. طيب، والشرط الخامس ألا يكون بحائل، يعني البشرة على البشر، يبقى دي خمس شروط. طيب، انت استثنينا الظفر والسن والشعر، ما ينتقدش الوضوء بلمسه، سهل. واللامس والملموس، ينتقد الوضوء لللامس والملموس على الراجح، لأن الآية بتقول أو لامستم النساء، والملامسة من المفاعلة، والمفاعلة تكون بين اثنين، صح؟ في قراءة أو لمستم، في قراءة أيضا متواترة أو لمستم النساء، فيبقى اللامس دون الملموس، وعشان كده وجهين عند الشافعي، في وجه اللامس دون الملموس ينتقد على قراءة لمستم، وفي وجه وهو الراجح واللي عليه الاعتماد في المذهب أو لامستم، يعني اللامس والملموس، يعني أنت ماشي بتعمل إيدك كده وهي ماشية بتعمل إيدك كده، خبطتم بعض، انتقد الوضوء للاتنين، فهمت إزاي؟ لأنه كنت لا مش قاصد، وهي برضو مش قاصد، خلاص انتقد الوضوء. عشان كده كان زمان أنت كنت تشوف أجدادك وآبائك أيام ما كانوا علماء كويسين متعلمين في الأزهر، كان لما يجي يسلم على امرأة أجنبية يعمل إيه؟ يلف إيده بمنديل، صح؟ أنا كنت أشوف جدي كده، كان يبقى لابس جلابيه كده ككولا، يعني كان ازهري، كان اول ما يجي لم يسلم على الستات بتوع العيله يحط ايده كده في جيب الكولا ويسلم عليه. وبعدين بعد كده مرت الامور، بقوا الناس يسلموا على بعض وياخدوا بعض كمان بالحضن ويقوموا يصلوا. حاجه يعني ما بقاش في علم بقى، ما بقاش في علم، يا ربنا يسلم. ودي كانت مشهورة، كل الناس شافوا المنظر ده، يعني كلنا شفناه في جميع بلاد مصر وبلاد المسلمين. كانت حتى المرأة تيجي تسلم على حد قريبة تروح حاطة طرحتها في ايدها وتروح مسلمة، خدت بالك؟ كانش عندهم مشكلة بقى ايه يا رأي فضيلتك يا فضيلة الشيخ في مصافحة المرأة الأجنبية، ما عندهمش السؤال ده، السؤال ده ما خطرش في بالهم أصلا، لأن كانوا بيمنعوا المصافحة من لهدف المحافظة على الوضوء أصلا، مش بيعملها وبعدين يسأل هي انتقد ولا لا، وهي جائزة ولا غير جائزة، ما كانتش في بالهم عشان كانوا علماء، واخد بالك؟ فما نشأتش عندهم المسألة. الأجنبية وقفنا عليها، قوله الأجنبية أي يقينا، هنبتدي بقى درس النهاردة، درس النهاردة يبتدي دلوقتي. قوله الأجنبية أي يقينا، لازم تكون متيقن إنها أجنبية عنك. يعني ايه مش متيقن او مش متيقن؟ هو ممكن ابقى انا شاكك، هيجيب لك صور، هيجيب لك صور قد تشك، ازاي؟ وقد فسرها الشارح بقوله غير المحرم، فخرج المحرم فلا نقد بلمسها. طيب ولو شك في المحرمية فلا نقد، لان الطهر لا يرفع بالشك، الطهر يقين، انا متودي يقينا، ولمست امرأة وانا شاكك انها محرمي ولا مش محرمي، يعني ايه؟ يعني انا خدت مراتي
ودخلتها في فرح في وسط ستات، فبقت مراتي مختلطة مع نساء، والنور اتقطع، ودخلت انا عايز اجيب مراتي، فواحدة بتفتح الباب اللي فيه النساء، فانا بزق الباب كده علشان انادي عليها، فايدي خبطت فيه. انا ما اعرفش خبطت في ايد مراتي ولا في ايد اي واحدة من انا ما اعرفش، ما ينطقتش وضوئي. فهمت؟ ما هي الدنيا ضلمة بقى، ما يمكن خبطت ايدي دي جت في ايد مراتي، ما هي مختلطة مع نساء كثيرات. فهمت ازاي؟ فيبقى هنا شكيت، فطالما شكيت ما ينتقدش الوضوء، لازم يقينا. امال ايه ينقض الوضوء؟ ما الزوجة اجنبية، ده لو مش اجنبية ما كنتش تتجوزها يا ابني، انت هتتجوز محرمك؟ لا، لو لمس ايد محرمه، لا مؤاخذة مش زوجته، يعني اخته. هجيب لك بقى امتى يتجوز اخته، هقولها لك ده، هجيبها لك المثال دلوقتي، بس حبه هجيب لك امتى بقى تبقى اخته جوه وهي مراته كمان، اخته ومراته. ايه ده؟ مصيبه دي، هقولها لك. هي ليها صوره واحده بس. يعني دخلت ايه؟ اخته ومراته في وسط الستات، فلمس ايد واحده، يمكن اخته ويمكن مراته ويمكن واحده ثانيه، فاختلط عليه الامر، يبقى لا ينتقد وضوءه. سهله؟ يبقى لازم يقينا، لأن قواعد مذهب الشافعية قايمة على خمس قواعد، مذهب الشافعي قايم على خمس قواعد تحفظهم، قواعد أصول في المذهب. الأمور بمقاصدها، أول حاجة الأمور بمقاصدها، والضرر يزال، واليقين لا يزول بالشك، والعادة محكمة، والمشقة تجلب التيسير. خمسة، مش كده برضو؟ يبقى اليقين لا يزول بالشك، دي قاعدة عندنا أساسية أصلية في المذهب بتاعنا. فطالما اليقين لا يزول بالشك، وأنا شكيت لمست إيد مراتي ولا لمست إيد واحدة أجنبية، زي واحد أعمى ضرير متجوز، واخد بالك إزاي، ومراته وحماته في وسط الستات، فداخل يخبط كده، فين 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 حماتي، وقاعد يخبط على كام ست، ولا ينتقد هدوءه، ما هو مش شايف، ما هي مختلطة فيه. فهمت ازاي؟ كل دي صور، لازم يبقى متيقن. فاليقين، وان كنا يعني يستحب في مذهبنا انه يقوم يتوضا، يستحب انه يتوضا، يستحب، لكن لا يجب. خدت بالك ازاي؟ لانها مش ناقد، لانها مش اجنبيه يقينا، واخد بالك. فلا نقد لان الطهر لا يرفع بالشك. تكتب جنبها كده في الهامش قاعدة من قواعد مذهب الشافعية، اليقين لا يزول بالشك، احدى خمس قواعد في مذهب الشافعية. ليه؟ هو ماشي في الشارع دلوقتي، ماشي في الشارع، احنا بنقول لما يبقوا نساء محصورات وفيهم محرم في وسطهم، في الحالة دي بس، في الصورة دي بس، انما هيمشي بقى في الشارع كده يخبط في الستات ويقول مش عارف؟ لا، انا قلت لك في الشارع ولا قلت في مكان محصور ومعاهم محرم من محارمه؟ مكان محصور ومعاهم محرم، معلش. طيب، وذلك هيديك مثال، كما لو اختلطت محرمه باجنبيات، محرمه يعني امه، اخته، حماته، كل دول محارمه، لو لمسهم ما ينتقدش الوضوء، باجنبيات غير محصورات، وتزوج واحده منهن، فلا نقض ايضا على المعتمد. اختلطت بايه؟ محرمه باجنبيات غير محصورات، وتزوج واحده منهن، ما ينتقدش بلمس امراتهن. تصور بقى، هو اتجوز، قالوا له انت كنت لما اتولدت كنتوا ساكنين في طنطا، وكانت الست جارتنا بترضع بنتها وانت كنت بترضع، كل ما توقوق وامك مشغولة جارتنا تاخدك ترضعك، فانت ليك ام من الرضاعة في طنطا وليك اخوات من الرضاعة بنات في طنطا، فراح اتجوز واحدة من طنطا، لما يلمسها ما يتنقش هدوء، لان محتمل واحتمال ضئيل تطلع هي دي البت اللي كانت الست دي مرضعاها في يوم من الايام ما نعرفش،
وان كان لو كان عايز يتجوز نقول له ما تتجوزت من طنط اصل، لكن اهو الفاس وقع في الراس وراح الواد يتجوز من طنط، هنقول له طلقها؟ ما احنا ما نحكمش بالفسخ الا بيقين، فهمت؟ واحنا مش متيقنين. لكن لو بياخد رأي الفقيه قبل ما يخطب نقول له اوعى تتجوز من طنط، لحسن تقع في البيت اللي هي تبقى اختك من الرضاعة تبقى مشكلة، خدت بالك؟ اتجوز من ايه؟ من اسكندرية، اتجوز من اسوان، من اي حتة الا طنطا، فهمت؟ لكن هو اتجوز والفاس وقع في الراس نقول له خلاص مراتك دي لما تلمسها مش هيتنقض الوضوء، لانها احنا مش متأكدين بانها اجنبية عنك 100%، فهمت بقى المسألة؟ ادي الصورة اهي. طيب، فلا نقض ايضا على المعتمد، لان المسألة دي فيها خلاف في المذهب، فخلافا لابن عبد الحق كالخطيب، يعني ابن عبد الحق ماشي ما زي الخطيب الشربيني وقال انه ينتقد وضوء، واخد بالك؟ بلمس ايه الزوجة دي، بالرغم ان هي اختلطت بايه؟ بمحرم. وكذا وكذا دي يعني صورة تانية، امتى لا ينتقد وضوءه بزوجته بلمس زوجته؟ اول صورة اللي عرفناها انه يتجوز من واحدة من مختلطة بمحرم من محارمه غير محصورات، فهمت ازاي؟ زي الصورة اللي قلتها لك دي اول صورة، فلا ينتقد الوضوء بلمس زوجته. الصورة الثانية، وما في الصورة الثالثة بعد كده، وكذا زوجته إذا استلحقها أبوه ولم يصدقه فإن النسب يثبت ولا ينفسخ نكاحه ولا ينتقد وضوءه على المعتمد ولا مانع من تبعيد الأحكام، قال بعضهم وليس لنا من ينكح أخته في الإسلام إلا هذا. أشرح حالك، هو الراجل متجوز عايش في أمان الله، جاء أبوه بيزوره قال له ايه ده يا ابني انت اتجوزت اختك؟ ده دي بنتي. فهو مش مصدق ابوه، اصل ابوه بينسى، وابوه ده ساعات كده يتهيأ له حاجات، فهو مش مصدق ابوه، فهمت ازاي؟ ابوه بقى راجل كان زمان بيسافر كتير وتاجر وكل شويه يتنطط في كل بلد، وهو اختلط عليه الامر وقال له بتاعي البنت دي بنتي، يا ابني تتجوز اختك؟ هو مش مصدق ابوه، ابوه كبر في دماغه، راح للقاضي اثبت انها بنته والحقها لي، هو برضه مش مصدق ابوه، فيبقى كانه متجوز اخته. فنقول له ما ينفسخش العقد، لان انت مش متاكد، لان برضه ان العقد يقين وانت شاكك انها اختك ولا مش اختك، شاكك، واليقين لا يزول بالشك، مش القاعدة كده؟ فيبقى العقد مستمر، وفي نفس الوقت احتمال انها تبقى اختك، يبقى لمسها لا ينقض الوضوء، لان برضو وضوءك متيقن، واخد بالك؟ واحتمال تبقى اختك، فاليقين لا يزول بالشك، فالقاعدة واحدة، والقاعدة الوحيدة دي بعضت الاحكام، خلتنا نقول ان نكاحك لا ينفسخ ووضوءك لا ينتقد، ادي تبعيد الاحكام، بعضنا الاحكام. يعني ايه؟ يعني قلنا له في الوضوء اعتبرها محرمك، وفي الزواج اعتبرها اجنبيه، ادي تبعيد الاحكام، فهمت؟ فهمت بقى كيف تبعد الاحكام؟ في الزواج اعتبرها اجنبيه حليلتك في عقد الزواج، ليه؟ لان انت عقدت عليها وما كنتش تعرف انها اختك ومش مصدق ابوك، عندك قرائن كتيره بتقول ان ابوك ده الامور مختلطه عليه، وخد بالك ان القاضي بيلحق بالنسب باي شبهه، فهمت ازاي؟ اي شبهه عند القاضي بالنسب يروح لاحق النسب على طول، فبقت اخته قانونا صح، لكن هو منه مش مصدق، يبقى ما يقدرش يفسخ النكاح، نفسخ النكاح بايه؟ الا بيقين، حتى القاضي ما يفسخش نكاح، يحكم بالنسب وما يفسخش نكاح، شوف قد ايه، لان هو بيحكم بالنسب لاقل شبهة، ليه؟ علشان يبقى الناس منسبين وخلاص، لكن ما يفسخش العقد النكاح لاقل شبهة،
لان عقد النكاح مبني على اليقين الاولاني لا يزول بالشك. فهمت بقى المسألة؟ وفي نفس الوقت لما يلمسها نقول له لا ينتقد وضوءك لانها اصلها مش اجنبية 100%، ده في ولو 5% انها تطلع اختك ويطلع ابوك فعلا صادق، فيبقى لمسها لا ينقض الوضوء. فهمت بقى المسألة؟ فهمت؟ طيب، صورة نادرة يعني، هي صورة نادرة لكن هي بتعمل لك زي رياضة ذهنية كده عشان تعرف ازاي تفهم الاحكام ماشية ازاي، وعشان تعرف كمان الفقهاء والقضاء الشرعيين ازاي بيفكروا. تقوم بعد كده ما تعترضش على احكام الدين، لان الدين مبني على قواعد واصول علشان تستقر حياة الناس. فتبص تلاقي الست دي يوم ما ابوه يموت تورث معاك انها اخته وهي مراته، حاجة سبحان الله يعني. اي لا ما اعتمدش اخته. ايوه اخته من جهة. ما اخته من جهة، من جهة القضاء مش اليقين. ما هو لو اليقين قلنا ينفسخ بقضاء القاضي، ما هي صارت اخته بقضاء القاضي وتتكتب في اعلام الوراثة، في اعلام الوراثة ما يطلع تطلع اخته مكتوب. فهم؟ هو هيموت مع ابوه يعني؟ الاثنين في نقالة واحدة؟ لو الاثنين في نقالة واحدة دي مسألة تورث الاثنين. ده حظها ايه تمام. يبقى لازم تبقى أجنبية بيقين ولو ميتة، ولو ميتة انتقد الوضوء بلمسة كويس، ولو ايه ميتة. لكن لو لمس جزء منها صباع مقطوع لمسه ما ينتقدش الوضوء، دي قلناها الدور اللي فات. زي ساعات مثلا بيحصل أشلاء كده في الحروب اللي انت بتشوفها دي، حاجة تنفجر كده وأشلاء امرأة والناس بيلموها، بيلموا الأشلاء دي. فلو لم أشلاء المرأة دي لا ينتقد وضوء إلا لو شال جزء كبير يمثل معظم الست، لكن شال برحة، شال رجل، شال إنما لما يشيل بقى جزعها كله ينتقد وضوءه بقى بيها بالحتة دي، لأن دي معظم المرأة. فهمت إزاي؟ وعشان كده لو لمس الميتة انتقد وضوءه، خلافا للإمام النووي يرجح عدم النقد بالميتة، لكن الفتوى على نقد الوضوء خلافا لترجيح الإمام النووي، خلافا لترجيح الإمام النووي في المسألة دي. المعتمد في المذهب انه ينتقل الوضوء بلمس الميت ولا يؤخذ بترجيح الإمام النووي في هذه المسألة. وكذا عكسه، فلو قال ولو كان أحدهما ميتا لكان أعم، ووقع للنووي في رؤوس المسائل أنه رجح عدم النقد بلمس الميت والميتة وعد من السهو، وعد من السهو يعني عد الكلام ده من سهو الإمام النووي. فهمت إزاي؟ عد ذلك من سهو الإمام النووي، لأن جل من لا يسهو. ولا ينتقد وضوء الميت، هو الميت متوضي؟ يا أخي ما أنا مش لما بغسله بوضيه، مش لما بغسله بنوضيه كمان. يعني معناه لو لمس الراجل امرأة ميتة وغسلناها ما نعيدش وضوءها تاني، لكن هو يروح يتوضى. فهمت بقى المسألة؟ بس الرجل بيغسل الرجل. لا خلاص يكفي، لا يعيد الغسل، لكن يسن ان هو ايه بيقعده وينيمه ويقعده في باب غسل، في غسل الميت هنقول الحاجات دي، انه يقعده وينظفه بتاع، بس ما يدخلش ايده جوه كانه بيكشف عليه بواسير زي ما بيعملوا بعض الحنوتيه مؤذيين، يأذي الميت، يروح لفف لك الجوانتي ومدخل الميت، لو رجعت له روحه هيرزعه علق لانه بيأذيه كده. والله مرة حضرت غسل أحد الموتى ولقيت الراجل بيعمل، قلت له والله لو ترددت له روحه ليموتك، لأن يتأذى مما يتأذى منه وهو حي، فلازم يحترمه. فهمت إزاي؟ هو يقعده كده بتاع وينيمه تاني، يحركه كده ويتك على بطنه، اللي يطلع بقى ينظفه، ملوش دعوة باللي جوه، ملوش دعوة. فاهم الحنوتية أرجوك، عشان غوين قال يعني كده، حط قال يعني كده بينظف، والناس تبقى واقفه سعداء حوالين الميت وهو مأذي. خد بالك من الحته دي.
والمراد بالرجل والمرأة ذكر وأنثى، أي وليس المراد بهما الذكر البالغ والأنثى البالغة، ما يشترطش حد البلوغ، ولكن حد الشهوة بس، إدراك الشهوة. وإن كان ذلك حقيقتهما وإلا لخرج الصبي والصبية وإن بلغ حد الشهوة. قوله بلغ حد الشهوة أي يقينا، فلو شك فلا نقض. وضابط الشهوة في الرجل في الولد يعني أو الرجل انتشار الذكر في الرجل وميل القلب في المرأة، إن المرأة تميل قلبها نحو الرجل، وإن الرجل ينتشر ينتصب ذكره يعني. وقوله عرفا أي عند أرباب الطباع السليمة كالإمام الشافعي والسيدة نفيس، يعني بديك مثال لأرباب الطباع السليم كالإمام الشافعي والسيدة نفيس. ماشي. ها؟ وقوله عرفا يعني إيه؟ يعني كما يعرف عند الناس، يعني ملاش حد سن معين يقوله لك، يعني متى يبلغ الصبي والصبية حد إدراك الشهوة، دي متروكة للعرف علشان عند أرباب الطباع السليمة، علشان عند أرباب الطباع السليمة. لكن لو واحد طبعه شاذ قد يشتهي رجل طفلة صغيرة رضيعة، فيبقى ده طبعه شاذ ما يتحكمش عليه، فهمت؟ لكن هي عند أرباب الطباع السليمة اللي ما عندوش أي شذوذ، يعني طبيعي، إنسان طبيعي كده محترم. وقال لك عرفا ليه؟ لأن زمان كان الصبي والصبية لا يدرك حد الشهوة يمكن لحد قبل الحلم بحاجات بسيطة، لكن الوقت بعد التلفزيونات والأفلام والبلاوي والزبالة بيبقى في كي جي وان وعايز يخطب صاحبته اللي جنب. أيوة أنا أعرف ناس ولادهم في كي جي وان يقول له يا بابا أنت هتجوزني إمتى بقى؟ والواد طول النهار قاعد يتفرج على حاجات، فيبقى علشان كده مفتوحة عرفا، لأنها بتختلف إدراك المسائل دي من جيل لجيل ومن مجتمع لمجتمع ومن حال لحال حسب وزير الإعلام، واخد بالك؟ أيوة. طالما أدرك يبقى ينتقد وضوءه بلمس صاحبته اللي في كي جي تو. أيوة عند الشافعية كده، ما يشترطش بلوغ الحيض ولا الحلم، يشترط حد الشهوة، فهمت؟ انتصاب الذكر وهي ميلها القلب بس، طالما هذا موجود انتهي، يبقى ينتقد. ده مذهب الشافعية كده، عشان كده كلمة عرفا دي شايف قوية ازاي كلمة عرفا. يعني انا فاكر مثلا انا ما فهمتش الحكاية دي الا وانا مثلا في تالتة اعدادي، لدرجة انا كان ليا خالة ما اتجوزتش مستعجب قوي، اشمعنى دي بالذات ما بتخلفش واخواتها بيخلفوا، كنت قاعد مش فاهمها خالص لحد ما وصلت الاعدادية. اه والله، شوف لحد ما وصلت الاعدادية كل اخواتها بيخلفوا، اشمعنى دي مسكينة اتريك منها مش متجوزة. لان كان زمان نظام التربية ليه اسلوب معين، فهمت ازاي؟ فبتلاقي الواحد يدرك الامور دي متأخر شوية، الوقت الحكاية على البحر، فتلاقي الواد من دول يا دوب شال البامبرز يقول لك اخطب لي يا باب، هتعمل له ايه بقى؟ يبقى عرفا هنا مهمة، تختلف من ايه؟ من بيئة لبيئة. ها؟ ما ينتقد وضوءه، ما لو اتبول هيروح يصلي وهو متبول؟ الصبي ده لما يحب يصلي ودخل الحمام ينتقد وضوءه ولا لا ينتقد؟ طيب كذلك اذا ادرك حد الشهوة وبقى عنده ميل قلبي وله ذكر ينتشر حتى لو لم يبلغ الحلم، ينتقد وضوءه بلمس البت بتاعت ايه؟ اولى ابتدائي دي. بس خدت بالك ازاي؟ على مذهب الشافعية يعني. ايه؟ احنا قلنا لو كان بلغ حد الشهوة الاثنين، بلغ حد الشهوة الاثنين. ايوة طالما تشتهى، طالما بلغت حد الشهوة عند ارباب الطباع السليمة، عند ارباب مين؟ الطباع السليمة. ستنا عائشة مش تزوج النبي عندها 9 سنوات، لكنها كانت كبرت بقت مناسبة للزواج خلاص. وسيدنا رسول الله كان ساعتها عنده كم سنة؟ كان عنده 53 سنة،
وهي كان عندها 9 سنوات، ايه المشكلة يعني؟ يبقى مستعجب ليه يعني؟ اقول لك تاني حاجة تاني، ما تستعجبش. سيدنا عمر وهو خليفة المسلمين عنده 60 سنة ومات عنده 63 سنة، تزوج ستنا ام كلثوم عندها 13 سنة، بنت سيدنا علي بن ابي طالب، وراح يخطبها من سيدنا علي وهو عارف انه بيخطب طفلة، بيقول له والله اطلبها منك لا رغبة في النساء، ولكن لاني سمعت رسول الله يقول كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة الا سبب ونسب، يريد ان يكون عندي نسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بس انا مش عايز غير كده. فسيدنا علي، علي بن ابي طالب بقى يتهرب منه، يقول له طب سيبنا فكر يوم اتنين، لحد ما بقى محرج منه، في الاخر جوزها. وايه؟ وانجبت 2 من سيدنا ابو بكر، من سيدنا عمر. انجبت 2 ستنا ام كلثوم من سيدنا عمر. فيعني عادي. انما الوقت بالنظام الزواج الارثوذكسي اللي هم نقلوه للمسلمين، واخد بالك، اللي هو جواز الكنسي بس بيجوزوا المسلمين بطريقه الكنيسه. دلوقتي الناس بتستعجب من الحاجات دي كلها. ده يجوز انه يعقد على واحده بترضع شرعا. يبقى عنده 30 سنه وجاره عنده 80 سنه، واتجوز واحده وخلفت طفله بترضع وخايف يموت وما يلاقيلهاش كف، يقوم يروح لجاره اللي عنده 30 سنه، ده راجل ابن ناس كويس، يقول له ما تتجوز بنتي دي، انا خايف اموت والبنت تكبر وما تلاقيلهاش حد يتجوزها، او تتجوز واحد ما يليقش بالعيله يفضحنا، ما تتجوز. يقول له ماله اتجوزها، يروح مجوزها له، بقت بنت. تفضل بقى البنت دي مراته، وراحة جاية تلعب وتروح المدرسة وتلعب بالحضانة وبتاع، والمصاصة، ويجيب لها بوز وشيبسي لحد ما تكبر تبقى 16 سنة كده يدخل بيه، وهي مراته خلاص. فهمت ازاي؟ لكنها في حكم زوجته بقى. فلو جت مراته القديمة رضعت زوجته، ما هي متغاظة، جت لها ضرة، شغلانة بقى. فراحت من وراه، راحت واخدة البت دي من عند الجنة وراحت مرضعاها. يحرموا الاتنين عليه، يطلع من المولد بلا حمص. شغلانة. وتغرم المهر، الزوجة اللي رضعت تغرم مهر التانية، لأن هي غرمته، دفع فعلها مهر قد كده، يروح واخد هو المهر ويتجوز واحدة ثالثة بقى، ويستريح من الاثنين. ما بقت أخته بالرضاعة، بقت بنتها من الرضاعة، بقت بنت مراته، بقت ربيبته وهي زوجته، فانفسخ العقد. صح؟ خد بالك. يا رب. هي الفاهمة ان كده هتعمل كده، قال في مقلب، فهي اللي شربته، لا طالب ده ولا طالب ده، فحقها تدرس شوية قبل ما تعمل حركة زي دي. طيب. والمراد بالرجل والمرأة ذكر وأنثى، وليس المراد بهما الذكر البالغ. قال عند أرباب الطباع السليمة، يعني كالإمام الشافعي والسيدة نفيسة، ولا تنقض صغيرة ولا صغير لم يبلغ كل منهما حد الشهوة، بخلاف ما لو بلغاها وإن انتفت بعد ذلك لنحو هرم، لأنه ما من ساقط إلا ولها لاقطة. كل سقطة وليها لقطة، مش الناس يقول لك كده؟ طيب افرض هو خلاص كبر بقى، وصل لدرجة بقى أصلا لا يشتهي ولا يشتهي، راجل عجوز فاني، ويلمس الست جارته اللي هي برضه من أيام حتشبسوت، برضه يتنقض وضوء الاتنين، برضه يتنقض وضوء الاتنين. خدت بالك؟ حتى لو فقدوا ايه حد الشهوه خالص بعد كده بكبر، برضه ينتقد الوضوء باللمس، لان بيقول لك ما من ساقط الا ولها لاقط. خدت بالك؟ ده راي الشافعيه. الاحناف طبعا مختلفين في المساله دي عن الشافعيه خالص، ها مبحبحينها شويه، لكن احنا بنشرح مذهب الساده الشافعيه، علشان هتقول ان ده بقى راجل لا يشتهى، يقول لا ده الراجل الذي لا يشتهى ده قد تشتهيه امرأة، مش كل فولة وليها كيال، والمرأة اللي انت شايفها لا تشتهى قد يشتهيها رجل. فهمت ازاي؟ بس. والمراد بالمحرم اي الذي هو مفهوم الأجنبية من حرم نكاحها، والمراد بالمحرم هنا من حرم نكاحها، يعني على التأبيد،
خرج بذلك من لا يحرم نكاحه، وهي الأجنبية السابقة. وقوله لأجل نسب أو قرابة، احنا عارفين ان حرمة النكاح اما لنسب او رضاع او مصاهرة، مش كده؟ النسب يعني القرابة. يبقى ثلاث اسباب تحرم المرأة: الرضاع والنسب والمصاهرة. الرضاع زي الام من الرضاع والاخت من الرضاع والخالة من الرضاع والعمة من الرضاع وهكذا، يحرم من الرضاع ما لا يحرم من النسب. والنسب زي الام النسبية وزي الخالة والعمة والبنت وهكذا، وبنت الاخ وبنت الاخت. وبعدين نيجي بعد كده من المصاهرة زي زوجة الاب بسبب المصاهرة، وزي رابطته من زوجته اللي دخل بيها، اللي هي بنت امراته اللي دخل بيها برضو تحرم بسبب ايه؟ المصاهرة. وحماته بعد الدخول ببنته وهكذا، وزوجة الابن، مش كده برضو؟ لا، اخت امراته لا تحرم على التأبيد، ممكن يطلق دي ويتجوز اختها على طول بعد ما تنقضي عدتها، ما هي تعتبر اجنبية. المحرم على التأقيت اجنبي، احنا بنتكلم محرمية على التأبيد، خدت بالك ازاي؟ لاجل نسب او قرابة كما في الام والبنت والاخت، وقوله او رضاع كالام من الرضاع والاخت من الرضاع، وقوله او مصاهرة اي ارتباط يشبه القرابة كما في ام الزوجة اللي هي الحما يعني، وبنتها بنت الزوجة يعني، وزوجة الاب وزوجة الابن، وخرج بذلك اخت الزوجة اللي هي المحرم التأقيت، اخت الزوجة وعمتها وخالتها وام الموطوءة بشبهة وبنتها وزوجاته صلى الله عليه وسلم، كل دول خرجهم صلى الله عليه وسلم. يعني لمس ايه؟ واحدة من دول ينتقد الوضوء. وخرج بذلك اخت الزوجة وعمتها وخالتها، لان دول محرمية على التأقيت. لا، اللي خرجوا اللي ينتقدوا الوضوء بلمسين، اللي خرجوا اللي دخلوا خلاص ما ينتقدش الوضوء. دول خارجين ينتقدوا الوضوء بلمسين خلاص. اصبر علي علشان ما تتلخبطش، احنا بنتكلم علشان ما تتلخبطش. هو حاول هنا بيفسر لك المحرم على التأبيد التي لا يجوز ان تتزوجها بحال لاي سبب، سبب مصاهرة او رضاع او نسب، هي دي الذي لا ينتقل الوضوء بلمسه. لا، ده محرمات على التأبيد لا لعلة من الثلاثة دول، واخد بالك ازاي؟ ده لحق النبي صلى الله عليه وسلم، لحق النبي، ما خارجين من الحكم. ما احنا قايلين ان الحكم عندنا يا شافعية ان الوضوء ينتقد للمحرم بسبب واحد من الثلاثة دول، لكن زوجات النبي محرمة بسبب واحد من الثلاثة دول؟ بسبب رضاع او نسب او مصاهرة؟ لا، بسبب عظمة النبي، بس تعظيما لحق النبي، ولان النبي حي ففضلوا زوجاته برضه، ده لما انتقل حي في قبره. ودي من ضمن أدلة حياة النبي على فكرة، حرمة نكاح زوجاته من ضمن أدلة يعني حياة النبي في قبره صلى الله عليه وسلم. وفي أدلة كثيرة دي من ضمنها وليست هي كلها، لكن زوجات النبي لما حرموا من أجل واحدة من الثلاثة دول، رضاع أو نسب أو مصاهرة، يبقى ينتقد الوضوء بلمسهن. سهلة. طيب، عشان كده خرج اخت الزوجة ينتقد الوضوء بلمسها لانها مش محرم على التأبيد، محرم على التأقيت، صح؟ طيب، وعمتها وخالتها نفس الحكاية، وام الموطوءة بشبهة وبنتها، ام الموطوءة بشبهة هنشرحها لك يعني ايه، وزوجاته صلى الله عليه وسلم، فان كلا منهن ليس محرما
لأن تحريم نكاحهن ليس لأجل نسب ولا رضاع ولا مصاهرة. سهلة؟ طيب. ولأجل التوضيح عدل عن قولهم في تعريف المحرم من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. شوف الفقهاء بقى قال ايه، عايز يعرفك من هي الأجنبية. بيقول من هي المحرم اللي لا ينتقد الوضوء، قال من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لا لحرمتهن. يبقى على التأبيد خرج أخت الزوج وعمتها وخالتها، بسبب المباح خرج أم الموطوعة بشبهة وبنتها، ولحرمتها خرج زوجات النبي. سهلة؟ شفت كلامهم دقيق ازاي الفقهاء، كل كلمة تتوزن بالذهب. اما احنا بنقراه، لا ابن قاسم عندك في بتاع بيقول لك نكاحها لاجل نسب او رضاع او مصاهر. فهمت ازاي؟ بس مساء. فهو بيقول لك هنا بقى ايه، يعني بيشرحها لك. ولاجل التوضيح عدل عن قولهم في تعريف المحرم من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، فخرج بقولهم على التأبيد أخت الزوجة وعمتها وخالتها، فإن تحريمهن ليس على التأبيد بل من جهة الجمع. وبقولهم بسبب المباح بنت الموطوءة بشبهة وأمها، لأن تحريمهما ليس بسبب المباح، إذ وطئ الشبهة لا يتصل بإباحة ولا غيرها. أعرف يعني وطئ الشبهة؟ يا سلام. زي نكاح المتعة وزي الزواج العرفي بغير ولي، تزوجت بغير ولي، عندنا كمذهب الشافعية هذا زنا ليس بزواج. أيما امرأة تزوجت بغير ولي فهي زانية، الحديث كده، ده مذهب الشافعية والملكية والحنابلة. واضح؟ طب تزوجت بغير ولي ووطأه وأنجبت، فهمت ازاي؟ هذا الوطء الشبهة ده، واخد بالك ازاي؟ عندنا ده حتى مش وطء شبهة على مذهبنا، ده ما ينفعش مثال على مذهب الشافعي، ده مثال على المذاهب كلها. لأن الإمام الشافعي قال هي زانية عنده فيبقى حرام. احنا عايزين مثال وطء شبهة لا يحرم، لا يصب بحل ولا حرم، لكن ده وطئ شبهه، وطئ شبهه من الزواج. استنى بس خلينا نتكلم في ايه، في العرفي عشان نوضح الامور. الشافعي بيعتبر ان هذا الزواج باطل وحرام، ولكن لا يقيم الحد عليهما لشبهه اباحه الامام ابي حنيفه بغير ولي. واضح؟ سهل. لكن هو يعتبره انه حرام. احنا عايزين مثال لوطئ شبهه اللي هو لا يصب بحل ولا حرمه. لا، كأن رجل أعمى دخل بامرأة على أنها زوجته فجامعها على أنها زوجته، واخد بالك إزاي؟ وهو ما يعرفش أنها زوجته. يعني جات أخت مراته من البلد، دخلت أوضة نوم وهو كان مسافر ونامت. استنى بس. بدي لك صورة ولو مضحكة تمشي ازاي. جات اخت مراته من البلد، راحت تزور اختها عشان جوزها مسافر، جوزها اعمى اطبش بس مسافر، فجت تزور اختها من البلد. فقامت لما جت من البلد تعبانه من السفر، قالت لها خش هنا استريحي على ما اروح اجيب لك الخضار من السوق. خرجت هي تجيب الخضار من السوق، في خروجها دي جاء الراجل من السفر الأعمى، فتح الباب ودخل، انت فين يا ام العيال؟ مش عارف، دخل سرير ويحسس كده لقاها نايمه، الله انت نايمه. التانيه نومها تقيل، ما هي مسافره بقى لها يومين تعبانه، وهو جاي من السفر راح نايم جنبها ووطأها. ده وطء شبهه لا يصب بحل ولا حرمه. هذا النوع ده لا يصب بحل ولا حرمه. فهمت ازاي؟ لانه متصور انها مراته، وهي كان نومها تقيل ما فاقتش،
فلا يوصف بحل ولا حرم. فهمت المسألة بقى؟ فدي ما ينبنيش على هذا نقد وضوء وإعادة، خرجت من المحرمات، من المحرمات، بحيث انه لو لمسها تاني ينتقد وضوء. يا خبر ابيض، لو لمسها تاني ينتقد وضوء، وبعد ما فاق وعرف كل ما يلمس الست دي ينتقد وضوء. طب وبنتها برضو ينتقد وضوء ولمسه. فهمت ازاي؟ خارجين ايه؟ يلحق به النسب ولا يأسم. لا لا، ولا يجب، يجب العدة بس لبراءة الرحم، ولا يأسم. ما يجبش حاجة، ما يجبش حاجة، ينسب إليه. افرض حملت، هنودي الولد في داهية، خلاص ينسب إليه ولا يأثم. ها، يبقى الولد للفراش لجوزها، جوزها الثاني، لأن يمكن كانت حامل قبل هو ما يقرب لها، يعرفنا، فيبقى الولد للفراش. سهلة، ما هو لازم القضاء يبقى أموره مستقرة، خد بالك، القاضي لازم يبقى مخه كبير، يعرف يحل لك المشاكل دي ويدي أحكام مستقرة. فهمت؟ القصص دي كلها تنفع قصص لحسن الإمام، يعملها لك فيلم، يعملها لك رواية، يعملها لك مش عارف إيه، لكن ما بتحصلش في الواقع. لكن الفقيه، الفقيه بيمرن ذهنه، بيمرن ذهنه على أمثلة عجيبة علشان يجد لها حلول، يقوم بعد كده يبقى صالح لأنه يستنبط الأحكام في أمور قد تجد في المستقبل وهو ما يعرفش. فهمت بقى المسألة؟ هو ده الهدف أساسا، هو تدريب عقلي ذهني قد لا ينبني عليه عمل، هي دي المسألة. ما ينتقد لأنه خرجت من المحرمين، ترجع لأصلها. لا لا لا، أنا بتكلم على بنتها بقى، بنتها ما تعتبرش رابطته، بنتها اللي مخلفاها. ما لو مراته، بنتها لو لمس بنتها، بنت مراته ما ينتقدش وضوء. لكن بعد وطئ الشبهة لو لمس بنت الست الموطوءة بشبهة دي برضه ما ينتقدش وضوء، لأنها مش مراته. فهمت ازاي؟ ما تاخدش الحكم. فهمت المسألة؟ فإن تحرمهن ليس على التأبيد بل من جهة الجمع، وبقولهم بسبب مباح بنت الموطوءة بشبهة وأمها، أم الست دي ما تعتبرش زي حماته، على أساس أن الست دي مش أخت مراته في المثال ده، ده كانت جارة مراته وجاية تزورها. فهمت ازاي؟ بس وأمها، لأن تحريمهما ليس بسبب مباح، إذ وطئ الشبهة لا يتصف بإباحة ولا غيرها. وبقولهم لحرمتها زوجاته صلى الله عليه وسلم، فإن تحريمهن لحرمته صلى الله عليه وآله وسلم. وأما زوجات بقية الأنبياء فهل يحرمن على سائر الأمم أو لا؟ فيه خلاف. هل زوجات باقي الأنبياء كمان يحرمن على سائر؟ دي مسألة مش هينبني عليها عمل، لكن هو الفقيه بيرتب مخه، عايز يجد حل لكل مسألة علشان يبقى عنده تصور. فهل يحرمن على سائر الأمم أو لا؟ فيه خلاف، والذي نقل عن الشيخ الحفني أنهن يحرمن على الأمم لا على الأنبياء، بخلاف زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم فإنهن يحرمن على الأنبياء أيضا كما يحرمن على الأمم، لأن كل الأنبياء من أمة نبينا. فهمت إزاي؟ شفت المسألة، يطلع لك علم جديد وحلو. كما يحرم لأنهم من أمته، ولو لم يدخل بهن، ولو ما دخلش النبي بهن، يعني لو النبي عقد على واحدة وما دخلش بيها وانتقل للرفيق الأعلى يحرم أيضا الزواج به، يبقى بمجرد العقد لا 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 يشترط الدخول. فهمت ازاي؟ طيب، لو طلق ما بقتش امهات المؤمنين، بس النبي ما طلقش. ولو لم يدخل بهن بخلاف امائه فلا يحرمن على غيره الا ان كن موطوءات له صلى الله عليه وسلم، زي ستنا ماريا حرمت على كل من بعده لأنها كانت موطؤته، لكن ستنا سيرين ما كانت من إماء النبي،
أعطاها لغير تزوجها. فهمت ازاي؟ أنها ليست موطؤتي. سهلة. وقوله مبتدأ خبره وقوله يخرج إلى آخره. من وقوله من غير حائل يخرج ما لو كان. وقوله ده مبتدأ خبر يخرج ما لو كان هناك حائل فلا نقض حينئذ. وقوله ما لو كان هناك حائل أي ولو رقيقا يمنع اللمس ولو كثر الوسخ على البشرة. طب افرض بشرتها وسخة قوي وبعدين لمسها فوق الوسخ ده، لو كان طين يعني جرم يبقى حائل، لكن لو عرق مش حائل. واضح؟ ولو كثر الوسخ على البشرة فإن كان من العرق نقض لمسه لأنه كالجزء من البدن، بخلاف ما إذا كان متجمدا من غبار. يعني ادهف عجين، ادهى مطينة بطين، اي حاجة بتلعب في الرمل على شط اسكندرية وحط الرمل كده ودفن نفسها في الرمل زي ما بيدفنوا، وجاه هو ماشي في الشط راحت رجله خبطت في الرمل اللي هي مدفونة فيه، يبقى خلاص ما ينتقدش وضوء. هتقول لي لابس مايو مش قلة الادب دي، احنا بنتكلم في نقد الوضوء مش بنتكلم في الادب وعدمه. احنا بنتكلم دلوقتي في نقد الوضوء، لان في ناس بتبقى على الشط مستنيه اذان الجمعه وتسيب الشط وتروح تصلي الجمعه في مسجد سيدي بشر، انا بشوفه فبيبقى محافظ على وضوء. فهمت؟ دي مساله ودي مساله، افهم. والخامس وهو اخر النواقد هنقف عليه ان شاء الله نكمله المره الجايه باذن الله رب العالمين. كفايه اننا خلصنا المساله دي، انا ما يهمنيش انك انت يعني نقرا كميه كبيره قد ما انك انت ازاي تعرف تقرا في الكتب دي تطلع منها علم، لان الكتب دي مليانه علوم. شوف احنا في لمس المراه الاجنبيه عرفنا التحريم بالرضاع وعرفنا امثله عجيبه والمصهره وعرفنا اخبار زوجات النبي وعلاقتهم بالامه وسبب تحريم نكاحهم وهل يحرمنا على سائر الانبياء ولا لا وهل زوجات سائر الانبياء يحرمنا، على معلومات كثيره عرفتها مع ان المساله. يبقى شفت انت العلماء بتوع زمان لما تيجي تقرا في كتابهم بتعلمك حقيقه الامور، الدين الدين ماشي ازاي صحيح، تشرب بقى الامور وبعدين تلاقي نفسك قاعد كل شويه تقول صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه، قاعد تجيب سيره الناس مش حكايه كده نواقض. عايز نظام ايه؟ البرشام، نظام برشام، عايز ياخد الفقه من ميكي جيب، ما ينفعش. الفقه من ميكي جيب ده للاطفال الصغيرين اللي في الابتدائي، ياخدوا متن صغير يحفظه لانه صغير، لكن انت هتفضل طول عمرك بعد ما شبت وكبرت وبلغت من الكبر عتيه معلوماتك في الدين وفي الفقه هي معلومات الطفل الصغير، يبقى عيب عليك بقى، عيب عليك، حرام عليك بقى. شوف بربك بيقول ايه، معلش لحظه. الذين ان مكناهم في الارض، ليه ربنا مش ممكننا من الارض؟ لان مش متوفر علينا الشروط. الذين ان مكناهم في الارض عملوا اقاموا الصلاه، يعني عارف احكام الصلاه عشان يقيمها على وجهها، واخد بالك، يقوم يعلمها للناس. طب مكنك من الارض ورحت انت فتحت امريكا، انت دلوقتي فتحت امريكا والامريكان واقفين مئات الالوف على الباب بتاعك عشان يتعلموا احكام الدين، عايز تعلمهم اقامه الصلاه، هتقول لهم ايه؟ انواع المياه هتقول لهم ايه؟ انواع الطهاره هتقول لهم ايه؟ مش هتعرف تقول لهم حاجه لان معلوماتك ميكي جيب. عرفت ليه ربنا مش ممكنك من الارض؟ لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. كل الحاجات دي عايزه علم، كل الحاجات دي الشروط دي كلها عايزه علم. فهل حصلت انت العلم حتى تمكن؟ فاذا مكنت هل تستطيع تنقل؟ الصحابه ما فتحوش البلدان الا بعد ما قعدوا يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم كل الاصول والفروع والتفاصيل، بعد ما عرفوا انطلقوا في جميع المعموره. فكان الواحد منهم يفتح بلد، البلد دي بالملايين يدخلوا في الاسلام ويبقوا فقهاء علماء، صح ولا لا؟ ده اللي حصل. هل انت لو رحت بلدك اي بلد من البلدان فيها ملايين المسلمين الجهله هتعرف تخرجهم من جهلهم؟ فيبقى لازم تخرج نفسك انت الاول من جهلك، مش تقعد تقول احنا عايزين نجاهد. نجاهد ايه؟ هي الحكايه فتوانة؟ ما هو انت مش هتجاهد الا لما تبقى متوفر فيك الشروط.
ولا ينصرن الله من ينصره. ما هو الجهاد عايز نصرة من الله، صح؟ اقرأ القرآن وتفهم. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله إيه؟ لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هل أنت حفظت القرآن؟ الأمريكان الوقت طابعين قرآن جديد، طابعين قرآن جديد، واخد بالك، بسمينه الفرقان، علشان بعد 200-300 سنة هيلغوا المطابع اللي بتطبع المصاحف ويقل حفاظ القرآن ويموتوا، وبعدين يلموا المصاحف اللي موجودة في الكتب في المساجد دي كلها، وبعدين يحطوا القرآن الأمريكان، وبعدين يقولوا الناس هو ده القرآن بتاعكم. شفت اللعبة؟ أنا عارف مش معنى كده روح أنام، أنا بقولك شوف الخطورة المسألة بتترتب لك، شوف الفكر بيترتب إزاي، فهمت إزاي؟ مين اللي هيكتشف بقى أن القرآن ده مش هو ده بتاع ربنا إلا اللي حافظ؟ لو واحد مش حافظ هيقولوا له هو ده القرآن، يمسكه يقعد يا سلام يتلو القرآن ويقعد يعيط وبيقراه، وهو قرآن أمريكاني إخراج بوش، طبعة جديدة منقحة، حرام. يبقى لازم الوقت تحرص على أنك أنت تحفظ كتاب الله وتحفظه للأجيال اللي من بعدك يحفظوه، لأن المطبعة مش اللي هتحفظ القرآن، اللي ربنا حفظ القرآن القرون العديدة دي إزاي؟ عن طريق حفاظ القرآن، عن طريق حفاظ القرآن دي الحقيقة، هم دول اللي نقلوا لك القرآن، هم دول اللي نقلوا القرآن. هات انت المصحف ده كده، واحد حافظ القرآن يمسك كده يقعد يقرأ، ايه ده؟ ده في ربع مش موجود، يخرب الدنيا ويتصل بالأوقاف والحق والطبعة الفلانية والمكتبة اكتشفها. طب لو واحد مش حافظ القرآن قاعد يقرأ، لو بيقرأ في 100 سنة مش هيعرف ان في ربع مش موجود، صح ولا لا؟ يبقى اللي حافظ القرآن مش المطبعة، ده اللي حافظ القرآن حفاظ القرآن. فهل انت من حفاظ القرآن علشان ربنا يفتح بيك البلاد ويحافظ بيك على الدين؟ افهم. عرفت بقى ليه ربنا سبحانه وتعالى مأخر الجهاد ومأخر النصرة ومأخر التمكين؟ لأن ربنا بيقول لا ينصرن الله من ينصره. تعرف عربي؟ اللام للتوكيد والنون للتوكيد، وكلام ربنا مش محتاج توكيد، فربنا بالرغم ان كلامه مش محتاج توكيد وكده بتوكيدين، يعني النصرة مؤكدة، احلف عليها. طب وليه مش موجودة؟ لأن العيب فيك، العيب فيك يا سيدي، فهمت ازاي؟ في كوفية وفينا كلنا، يعني مش فيك انت، يعني انت بس اللي لقيتك قدامي النهاردة، ادي نصيبك كده. فربنا ينجينا ويعلمنا ويفقهنا وينورنا ويحببنا في القرآن ويجمعه في قلوبنا وعلى لسنتنا خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، ويحفظنا بالقرآن ويحفظ القرآن بنا وبذريتنا، وربنا سبحانه وتعالى يفرج جمع الكفار ويشتت شملهم ويخلصنا منهم ويجعل كيدهم في نحرهم وتدبيرهم تدميرهم، ويهلكهم كما أهلك عادا وثمود، ببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ونداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.